لازم لا لما حلوة برشا وبادرة طيبة من طرف نقابة المخرجين والتقنيين. أهل ذكر جاءوا ظهروا لي اليوم بارك الله فيهم مع مجموعة من إخوة من المخرجين والممثلين. هذا شرف كبير لي وأنا فخور فخور جدا بهالتتويج هذا اللي هو في الواقع يشمل العائلة كاملة متاع المخرجين والتقنيين متاع التلفزة اللي بادروا تأسيس التلفزة التونسية من عام 65. بعدها نشوف وجوه نايرة كي خويا يوسف كي خونا الحبيب، وهذا شيء يشرف وبارك الله فيهم. اهلا اهلا السيد المدير. اهلا عفوا شنو احوالك؟ لاباس عليك. هذه من عند التلفزه كلها يعيش العمل وجاليين ومسؤولين وكل الناس كلها تذكرك وتحبك ويحيوك يعيش ربي يفضلك ربي كثير. عام 65 بعثنا تليجرام التليجرام قالوا لي لازمكم تجيو باش نحلوا تلفزه. انا وقتها عندي مرتي حبلة اجنبيه، قال لي الطبيب ما تاخذش الطياره لازم تستنى. جيت في اكتوبر معناها جيت مؤخر بشهرين نلقى وزعوا المهام يعني الدراما والاخبار والثقافه وزعوهم على 4 مخرجين. كيف جيت انا قلت لهم دمي هو مسرح ودراما ما نعمل كان. قالوا لي لا الدراما ثم كان عبد الرزاق الحمام يعمل فيها. نجيبش تجي تعاون؟ قلت شبيه احنا ما عندناش، احنا المهم كون انجاح البرامج. وجيت عاونته 4 شهور كزميل كمساعد انا هو يعرف يثبت هو فهمتي. عاونته 4 شهور من وقت قعدنا صحيبات لتو. فاطمة اسكندراني هي اول سكريبت في التلفزه التونسيه وعذبتها برشا بالعكس وقصت مني برشا 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 علمني الخدمة نطلب منها سماح اليوم. هو اللي علمني الخدمة خاطر وقت اللي بديت معاه قعدت 5 سنين ونخدم معاه ومن بعد وليت نعمل في الاخراج وليت انا مخرج. اما هو الاستاذ نتاعي. ذكريات كبار كبار كبار. ذكريات نتاع 40 سنة 40 سنة كفاح عمل خدمة كد. لكن كلها فرحة فرحة لأن خدمنا حاجة، خدمنا مؤسسة، خدمنا جمهور، خدمنا وطن. ما ظنش اللي التتويج هذا يشمل شخصي بس، شخصي برك هو يشمل التقنيين والمخرجين والعمال اللي خدموا وكل جماعة الديكار. هي لمسة وفاء، لمسة وفاء في شخص عميد المخرجين عبد الرزاق الحمامي، لكن تفوت شخصه هو لكل المخرجين وكل التقنيين وكل المصورين وكل الناس اللي بنات التلفزة التونسية. هي رسالة ستامساج ما يزمناش ننساو الناس هذوما ناس مناضلين بناو التلفزة على كتافهم تكون الرصيد الفني هذاك الكل متاع تونس. ناس خدمت في ظروف صعيبة برشا، ناس عانات الكثير، ما طلبت حتى شيء، ما خذت حتى شيء في المقابل. ما فيها باس كي نتذكروهم وخاصة نبعث رسالة لبقية الأجيال وأنه التواصل يزم يكون بين الماضي ومع الحاضر باش نبنيو المستقبل. والممثلين نشوف خويا عبد المجيد لكح البحلية اللي نتشرف بحضوره واللي خدم وكد زاد كيف نحن، وخديجة بن عرفة هي موجودة. لما حلوة برشا لما رجعتني 40 سنة التالي. والله كان المفروض راهي كانت لما هذية يعني بكري شوية تتسمى كيني جات بالرتار
على خاطر قعدنا فريمون سنين بعد على بعضنا. اللي خرج في الانتريت واللي ما عادش يتعاطى في المهنه هذه واللي وقت اللي احنا عشره نتاع قداش من سنه يعني لعام لاثنين احنا اقل تقدير اللي ما عاشرش الاخر 10 30 سنه. مش باش نزيد على اللي قالته خديجه لما فريمون ترجعك للشيق او ترجعك للاشواق القديمه اللي عشناها في الخدمه مع عبد الرزاق كمخرج كصديق كاخو ك يلمنا مع بعضنا الكل لو التواصل اللي يكون على مستوى الفني وعلى مستوى الإنساني وعلى مستوى فنتنا العاطفي كان يحدث المحبة في العمل مع بعد أحداث الإبداع يحدث المحبة في اللمة وفي التصادق والتحابب بين المجموعة اللي يخدم معها الكل. لمة حلوة ياسر وإن شاء الله تكثر المناسبات هكا باش نتلقى خاطر بالمجد ما عادش نتلقى وإلا ساعات في نتلقاو على البلاتو إذا كان فما عمل والعمل ماهوش ديما العمل نقص شوية العمل ودخلوا فيه ناس أخرين حتى المتطفلين حتى الناس نقولوها ما لازمناش نخافوا ما لازمناش نحشموا على رواحنا فما ناس دخلوا حتى من الشارع دخلوا التلفزة ولو هما يخدموا وإحنا نتفرجوا. الاسم اللي أسس التلفزة هو عبد الرزاق الحمامي. أول مسرحية أو أول تمثيلية مباشر أول دراما مباشرة في العالم تقول مستحيل باش خلطلها أنا ولا نجي اللي بعد يعني مش طموح يعني أنت فما قمة وصل لها هو ديجا في بداياتهم إن شاء الله نوصل نعملوا جزء من عندهم. يظل تكريم هذا في ابنجا في وقته هو كان يستنى فيه خاطر توا عنده قرابة 10 سنين من اللي خذ التقاعد نتاعو فهمتني والحقيقة كي الدار هكا مليانة نفرح خاطر من اللي كان يخدم كانت الدار ديما 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 مليانة والأخرين ديما كانوا بحذنا فهمتني دونك يعطيهم الصحة جماعة النقابة وإن شاء الله تكريم هذا يمس عباد أخرين زاد معناه وجوه نايرة دايرة بيا وهذا مش يفضحني برك. اش مش لازم نقول لك اكثر. عبد الرزاق الحمامي ناس ملاح. ناس ملاح. ناس ملاح. ناس ملاح. ها؟ اه نسم الله.